السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هاد النهار ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد الموضوع ديال هل يمكن ترك انثى الارانب مع الذكر ليلة كاملة لضمان نجاح عملية التزاوج. يعني هاد النقطة هادي شحال من واحد كيفكر ان قداش ما خلى الانثى مع الـ 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 يعني الذكر غادي تكون العملية يعني ناجحة 100%. هاد النقطة خاطئة، اسمه هي الصواب، وهو العملية ديال التزاوج او التلقيح خصها تتم بالإشراف ديال المربي ديال الأنانيم. يعني اول حاجة خصها تكون هي قابلة، يعني تكون عندها هذاك النهار، يعني كنقلبوا الرحم ديال الأنثى، خصو يكون اما مشرط بالحمر او احمر، يعني مدمم، يعني اللون ديالو بنفسجي مائل الى الاحمرار. يعني ضروري تكون هذه النقطه بعدا اولا منين يكون، وهذا اللقطه هذه راه كتكون غير ليله واحده، يعني خاص المربي يكون داير باله، يعني ويكون يعني على يعني متاهب غير منين يشوف هذاك الانثى يعني بهذه المواصفات يعطيها الذكر، لان هاد يعني هاد اللقطه كتبقى غير ليله واحده. رانا دابا ملي نبغيو نعطيوها الذكر شحال خص ديال الوقت وهو خاص يكون الاشراف كما قلت ديال المربي، ماشي تخليها ليله كامله. ليله كامله شحال من واحد في لي كومونتير قال لك واش نخليها ليله كامله؟ تخليها ليله كامله اسمو غادي يوقع انها انت ما غاديش تكون حاضر لهم، يعني غادي تمشي صافي تخليهم بوحديتهم، تمشي تنعس ولا المهم غادي تغادرهم. ملي غادي تكون هي ما قابلاش التلقيح سمو غادي يوقع، غادي يعني هي غتبقى ترفض وهو ما غاديش يقبل، سمو كيبقى يدير كيبقى ينتف منها الشعر او ممكن يعضها او ممكن يقتلها كاع. علاش؟ لانه هو كيكون باغي يعني يلقح وهي ما باغياش تلقح، سمو كيدير انهم كيتقاتلوا مع بعضياتهم او هي يعني يعني ملي كتنوض في الصباح كتلقاها يعني منسله، كتلقاها ما فيهاش الشعر. هو اسمو شنو راه كيوقع انها يعني الذكر ما كيلقاش يعني ديك الغريزه ديالو، ما كيلقاش فين يشبعها، كيبدا يعض فيها او ممكن يقتلها او ممكن على الاقل يعني يدير لها بحال الشكل ديال الجرم، يعني كتولي منسله. يعني ملي كتنوض في الصباح كتلقى انها ما فيهاش الشعر في شي مناطق، وهو راه هو يعني الذكر ملي ما كيقدرش يطلع فوق النتوه سمو كيدير كيبقى يعاقبها وكيبقى يدير هذاك التصرفات اللي نتوما في غنى عنها، ما يعني ماشي من لابد ما ديروا هذه اللقطه. هذه لقطه خاطئه، يعني خاص يعني العمليه تكون تحت الاشراف ديال المربي. شحال من خطره ممكن انكم اللي ضمن العمليه وبغيتوا كاع تنجحوا العمليه، ممكن انه يعني يطلع فوق النتوه يطيح مره، يعني حنا كنسموه كيطيح، كاين اللي كيحدث واحد الصوت، المهم خصو يطيح مره وعطيه وهز الانثى، خصك تهز الانثى من عنده وتعلي لها رجليها واحد شويه باش داك السائل المنوي يعني يدخل لداخل، ماشي مثلا هي تبول مثلا عزكم الله او يبقى تابعها وهي ترميه، شدوا الانثى علي بحال حطوها على الظهر ديالها، على الظهر ديالها، وخليوها واحد نقولوا واحد 3 دقائق 4 دقائق وانتم شادينها عندكم، اعطيوها له عاوتاني مره اخرى صافي. الا مشات تطاح مره اخرى هذيك راه عمليه صحيحه 100%، ماشي نقولوا اللي ضمن العمليه نخليوها معاه في الكاج ونمشيو ونغادروا ونخليهم او نبيتوها معاه، كما قال واحد السيد قال لك انا كنبيتها مع 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 مع, مع الذكر. هذا معلومه خاطئه، وممكن انهم يتقاتلوا مع بعضياتهم، ان هو كيكون جاهل كيكون باغي يتزوج وهي كتكون واخا الى خلاته مره الثانيه كتكون كتهرب له ديك الساعه. الا خليتيها ليله كامله كون متاكد ان غادي يوقع واحد المشاكل بيناتهم. اذا هذه هي الفكره، ما تحاولوش انكم ديروا شي اخطاء، يعني هذه شي تصرفات بسيطه وكتجعل المربي محترف 100%. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، حاولوا انكم تشرفوا على العمليه ديال يعني التلقيح ديال المزوجه.
ممكن الخطره الاولى النهار الاول ديروا الطريقه اللي قلت لكم ديروا في الصباح. هي الصباح ما كيكونش يعني التلقيح مزيان، خليو حتى العشيه صومهم واحد نقولوا ثلاثه السوايع حتى الربعه ما يكونوش واكلين لا الذكر لا الانثى. من بعد ممكن انكم تعطيوها للذكر لمده يومين، يعني يطيح جوج مرات في التلقيح، والنهار الثاني عاوتاني تعطيوها له، صافي تما كيكون القضيه مزيانه وكتكون الامور على ما يرام. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، راه سالات. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، وتكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ديدو سمدي. هاد النهار ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد الموضوع ديال هل يمكن ترك انثى الارانب مع الذكر ليله كامله لضمان نجاح عمليه التزاوج. يعني هاد النقطه هادي شحال من واحد كيفكر ان قداش ما خلى الانثى مع الـ 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 يعني الذكر غادي تكون العمليه يعني ناجحه 100%. هاد النقطه خاطئه، اسمه هي الصواب، وهو العمليه ديال التزاوج او التلقيح خصها تتم بالاشراف ديال المربي ديال الانانيم. يعني اول حاجه خصها تكون هي قابله، يعني تكون عندها هذاك النهار يعني كنقلبوا الرحم ديال الانثى، خصو يكون اما مشرط بالحمر او احمر يعني مدمم، يعني اللون ديالو بنفسجي مائل الى الاحمرار. يعني ضروري تكون هذه النقطه بعدا اولا منين يكون، وهذا اللقطه هذه راه كتكون غير ليله واحده، يعني خاص المربي يكون داير باله، يعني ويكون يعني على يعني متاهب غير منين يشوف هذاك الانثى يعني بهذه المواصفات يعطيها الذكر، لان هاد يعني هاد اللقطه كتبقى غير ليله واحده. رانا دابا ملي نبغيو نعطيوها الذكر سموه شحال خص ديال الوقت. الوقت وهو خاص يكون الاشراف كما قلت ديال المربي، ماشي تخليها ليله كامله. ليله كامله شحال من واحد في لي كومونتير قال لك واش نخليها ليله كامله. تخليها ليله كامله سمو غادي يوقع انها انت ما غاديش تكون حاضر لهم، يعني غادي تمشي صافي تخليهم بوحديتهم، تمشي تنعس ولا المهم غادي تغادرهم. ملي غادي تكون هي ما قابلاش التلقيح سمو غادي يوقع، غادي يعني هي غتبقى ترفض وهو ما غاديش يقبل، سمو كيبقى يدير كيبقى ينتف منها الشعر او ممكن يعضها او ممكن يقتلها كاع. علاش؟ لانه هو كيكون باغي يعني يلقح وهي ما باغياش تلقح، سمو كيدير انهم كيتقاتلوا مع بعضياتهم او هي يعني يعني ملي كتنوض في الصباح كتلقاها يعني منسله، كتلقاها ما فيهاش الشعر. هو سمو شنو راه كيوقع انها يعني الذكر ما كيلقاش يعني ديك الغريزه ديالو ما كيلقاش فين يشبعها، كيبدا يعض فيها او ممكن يقتلها او ممكن على الاقل يعني يدير لها بحال الشكل ديال الجرم، يعني كتولي منسله. يعني ملي كتنوض في الصباح كتلقى انها ما فيهاش الشعر في شي مناطق، وهو راه هو يعني الذكر ملي ما كيقدرش يطلع فوق النتوه سمو كيدير كيبقى يعاقبها وكيبقى يدير هذاك التصرفات اللي نتوما في غنى عنها. ما يعني ماشي من لابد ما ديروا هذه اللقطه، هذه لقطه خاطئه. يعني خاص يعني العمليه تكون تحت الاشراف ديال المربي. شحال من خطره ممكن انكم اللي ضمن العمليه وبغيتوا كاع تنجحوا العمليه، ممكن انه يعني يطلع فوق النتوه يطيح مره، يعني حنا كنسموه كيطيح، كاين اللي كيحدث واحد الصوت، المهم خصو يطيح مره وعطيه وهز الانثى، خصك تهز الانثى من عنده وتعلي لها رجليها واحد شويه باش داك السائل المنوي يعني يدخل لداخل، ماشي مثلا هي تبول مثلا عزكم الله او يبقى تابعها وهي ترميه، شدوا الانثى علي بحال حطوها على الظهر ديالها، على الظهر ديالها وخليوها واحد نقول واحد 3 دقائق 4 دقائق وانتم شادينها عندكم، اعطيوها له عاوتاني مره اخرى صافي. الا مشات تطاح مره اخرى هذيك راه عمليه
صحيحه 100%. ماشي نقولوا اللي ضمن العمليه نخليوها معاه في الكاج ونمشيو ونغادروا ونخليهم او نبيتوها معاه، كما قال واحد السيد قال لك انا كنبيتها مع 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 مع, مع الذكر. هذا معلومه خاطئه، وممكن انهم يتقاتلوا مع بعضياتهم، ان هو كيكون جاهل كيكون باغي يتزوج، وهي كتكون واخا الى خلاته مره، المره الثانيه كتكون كتهرب له. ديك الساعه الا خليتيها ليله كامله كون متاكد ان غادي يوقع واحد المشاكل بيناتهم. اذا هذه هي الفكره، ما تحاولوش انكم ديروا شي اخطاء، يعني هذه شي تصرفات بسيطه وكتجعل المربي محترف 100%. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، حاولوا انكم تشرفوا على العمليه ديال يعني التلقيح ديال المزوجه. ممكن الخطره الاولى النهار الاول ديروا الطريقه اللي قلت لكم، ديروها في الصباح. هي الصباح ما كيكونش يعني التلقيح مزيان، خليو حتى العشيه، صومهم واحد نقولوا ثلاثه السوايع حتى الربعه، ما يكونوش واكلين لا الذكر لا الانثى. من بعد ممكن انكم تعطيوها للذكر لمده يومين، يعني يطيح جوج مرات في التلقيح، والنهار الثاني عاوتاني تعطيوها له، صافي تما كيكون القضيه مزيانه وكتكون الامور على ما يرام. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، راه سالات. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، وتكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.